تصريف الناقص الواوي في المضارع المنصوب: أتذكر، علامة نصب المضارع هي: الفتحة الظاهرة: أنا لن أنام، الفتحة المقدرة: نحن لن نسعى، حذف النون: أنت لن تراجعي، البناء على السكون: أنتن لن تجئن. أتعلم: تصريف الناقص الواوي في المضارع المنصوب: الافعال نجا ينجو جثا يجثو كبا يكبو الضمائر المتكلم انا لن انجو لن اجثو لن اكبو نحن لن ننجو لن نجثو لن نكبو المخاطب انت لن تنجو لن تجثو لن تكبو أنت لن تنجي لن تجثي لن تكبي أنتما لن تنجوا لن تجثوا لن تكبوا أنتم لن تنجو لن تجثوا لن تكبو أنتن لن تنجون لن تجثون لن تكبون. الغائب هو لن ينجو، لن يجسو، لن يكبو. هي لن تنجو، لن تجسو، لن تكبو. هما لن ينجوا، لن يجسوا، لن يكبوا. هما لن تنجوا، لن تجسوا، لن تكبوا. هم لن ينجو لن يجسو لن يكبو هن لن ينجونا لن يجسونا لن يكبونا القواعد ينصب الفعل الناقص الواوي في المضارع بالفتحة مع الضمائر أنا نحن أنت هو هي ينصب الفعل المضارع مع ضمائر الأفعال الخمسة أنت أنتما أنتم، هما، هم بحذف النون. صياغة الفعل الناقص لا تتغير مع المسند إلى نون النسوة، سواء كان ذلك في المضارع المرفوع أو المنصوب. أنتن تنجون، أنتن لن تنجون. التمرين الأول: أعيد كتابة الجملة مسترشدًا بالضمير المسطر. عليك ان تقسو عليه وتدعوه الى احترام القانون المدرسي لينجو من العقاب عليكما علينا الإجابة عليك أن تقسو عليه وتدعوه إلى احترام القانون المدرسي لينجو من العقاب عليكما أن تقسو عليه وتدعوه إلى احترام القانون المدرسي لينجو من العقاب علينا أن نقسو عليه وندعوه إلى احترام القانون المدرسي لينجو من العقاب التمرين الثاني أسند الأفعال في صيغة المضارع المنصوب قصدوا الغابة وشدوا مع الطيور وعدوا مع الفراشات وزهوا مع الطبيعة يجب عليهم أن يقصدوا الغابة لي يجب عليكن الإجابة قصدوا الغابة وشدوا مع الطيور وعدوا مع الفراشات وزهوا مع الطبيعة يجب عليهم أن يقصدوا الغابة لي ليشدوا مع الطيور ويعدوا مع الفراشات ويزهوا مع الطبيعة يجب عليكن أن تقصدن الغابة لتجدون مع الطيور وتعدون مع الفراشات وتزهون مع الطبيعة التمرين الثالث أعوض بنية حسب الطلب وأغير ما يجب تغييره يا بنية، كي لا تسهو عن إنجاز عملك عليك ألا تلهو بمتابعة التلفاز. بنيتي أبنائي. الإجابة: كي لا تسهو عن إنجاز عملك عليك ألا تلهو بنيتي كي لا تسهي عن إنجاز عملك عليك ألا تلهي بمتابعة التلفاز أبنائي كي لا تسهو عن إنجاز عملكم عليكم ألا تلهوا بمتابعة التلفاز التمرين الرابع اجعل المتكلمة في الجملة التالية نحن هم لن أدعوك على الانضمام إلى فريقي حتى أبلو صداقتك إلى فريقنا الإجابة لن أدعوك على الانضمام إلى فريقي حتى أبلو صداقتك لن ندعوك على الانضمام إلى فريقنا حتى نبلو صداقتك